حبايب الأطفال، كيف حالكم؟ اشتقنا لكم. أكيد الماما خبرتكم عن الفيروس الشرير كورونا. هو فيروس بيكره النظافة والأطفال النظيفين. مشان تكون أقوى منه وتقضي عليه، لازم نحافظ على غسيل الأيدي باستمرار وبعد لمس الأشياء، ونشرب حليب ومي وبرتقال، وأهم شيء ننظف أسناننا يا حلوين بالفرشاية ومعجون الأسنان قبل ما ننام، علشان الفيروس الشرير ما بيحب النظافة، ومنحافظ على صحتنا وأسناننا بيضاء ونظيفة مثل اللولو.